بعيدا عن السياسة، محمد مرسي لا يملك كاريزما الرئيس ولا يملك فن الاتيكات أو التصرف الاجتماعي، نعم أم لا؟ ولا يملك حاجة خالص يعني، لا مؤاخذة يعني. ايه ازاي؟ معرفش، شفتيها خلاص الشيخة حرام والله العظيم غلبان. ايه اللي كانت أكتر حاجة تستفزك؟ يا معرفش غير البنطلون. انا بحسه يعني هو كان كبش فدا يعني، ما كانش له لا في الطور ولا في الطحين، حطوه واجهه بس يعني.